الولادة القيصرية تزيد فرص إصابة الأطفال بالحساسية. هذا ما توصلت إليه دراسة أعدها باحثون في مستشفى هنري فورد الأمريكية، وشملت حوالي 1300 مولود تم الكشف عليهم عند بلوغهم الشهر والستة أشهر إلى أن بلغوا عامهم الثاني. واستنتج الباحثون أن الرضع الذين يولدون بعملية قيصرية هم أكثر عرضة للمعاناة من الحساسية بخمس مرات من الغبار وشعر الحيوانات الأليفة. الدراسة عزت السبب إلى عدم تعرض المولودين قيصرياً لبعض البكتيريا المفيدة لدى الأم من خلال قناة الولادة والهامة لتطور نظام المناعة. وكانت دراسة سابقة وجدت أن المولودين قيصرياً يزيد لديهم خطر الإصابة بالبدانة مقارنة بالأطفال الذين يولدون طبيعياً. وللتقليل من حساسية الصدر ونوبات الربو لدى الأطفال، يجب على الآباء إبعاد أي روائح قوية في المنزل، وتقليل نسبة الغبار من خلال التنظيف اليومي، والتخلص من أي ألعاب يكتسيها الشعر واستبدالها بالبلاستيكية، والابتعاد عن إحضار أي حيوانات أليفة إلى المنزل، واستعمال صابون خال من الروائح. رشا خياط، العربية.